السلام عليكم. أخوانكم الصيادلة ينصحونكم في هذا الشهر الفضيل بأخذ النصيحة من الصيادلة والأطباء المختصين، وأيضا متابعة الحالة طوال الشهر الفضيل. نلاحظ أن البعض والكثير أن يقوم ما في نوم، ساعات نوم كافية، فبالتالي تؤثر على صحة وجسد الصائم. فنتمنى أن الإنسان يأخذ وقته في النوم، وأيضا بالنسبة لإخواننا المصلين في الصلوات، اكثار من السوائل ومتابعة السكر عندهم، حتى أن الإرهاق اللي راح يواجههم في قيام الليل والصلوات يتفادى أي معوقات حول الموضوع هذا. ويعطيكم العافية ومشكورين.